عايزين الصوت بعيد الزبال مصر على أرض مصر نجوم أبطال وضيوف غاليين عالمصريين مصر فيها نجوم أفريقيا مساء الخير. النهاردة آخر حلقة من ستارز اوف أفريكا برعاية أولي تي في من LG وهاب فرنتشر وزد. النهاردة المباراة النهائية آخر يوم لكأس الأمم الأفريقية النسخة الأفضل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. الدولة المصرية الحقيقة النهاردة بتاخد العلامة الكاملة وبتاخد شهادة إن هي قادرة إن هي تنظم كأس العالم. النهاردة البطولة الكأس الأمم الأفريقية 2019 ما تقلش بأي حال من الأحوال عن كأس العالم الماضي. حازم مساء الخير. مساء الخير يا سيف. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ شوقي مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف. بارك الله فيك. زي الفل. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. النهارده النهائي يعني اعتقد ان هو حاجة مشرفة لمصر تنظيميا واعتقد النهارده ان هو برضه النهائي يليق بكأس الأمم الأفريقية بعد التنظيم الرائع أول نسخة 24 دولة السنغال النهارده في مواجهة الجزائر، الجزائر النهارده قدرت ان هي تخطف الماتش زي بالظبط ما جمال بالماضي عمل مع سيسي في أول دور. طبعا مبروك للمنتخب الجزائر الفوز والحصول على البطوله زي ما انت قلت يا كابتن سيف هو خطف بس طبعا السيناريو ما كانش ماشي قوي زي ما هو متوقع كده في اول دقيقتين يجيب جول والموضوع خلاص بالنسبه له زي ما حصل في الدور في دور المجموعات ولكن في اختلاف النهارده تحس ان هو الروح غالبه على فترات كبيره جدا في اداء المنتخب الجزائر وهم النهارده منتخب الجزائر او في البطوله عموما ادوا درس كبير جدا للفرق كلها كانت موجوده اوقات فنيات عاليه واوقات روح والنهارده الروح كانت غالبه في اوقات كتير ويستحقوا البطوله وده العدل بتاع البطوله للمقامه في مصر التنظيم طبعا انت قلت يعني لو قعدنا نقول من هنا لكتير جدا على التنظيم والملاعب واللي شفناه مش هندي حق اي حد شارك في التنظيم وفي نجاح البطوله مبروك تاني منتخب الجزائر وشعب الجزائر حازم يعني النهارده الحقيقه نهائي اعتقد ان هو جيد اكثر من رائع جمهور الجزائر النهارده كان ليه دور كبير في الاستاد الجمهور المصري النهارده اداء اكثر برده من رائع كل حاجه النهارده حلوه مبروك للجزائر طبعا يستحق واكثر فرقه تستحق ممكن النهارده ما لعبوش كويس بس هم على طول البطوله هم الاحسن من السنغال لعبت كويس النهارده استحواذ كتير على الكوره لكن بلا يعني فيش خطوره غير يمكن كوره او اتنين الجزائر يمكن سيناريو الماتش خدهم ان هم يدافعوا من بدري عشان جابوا الجون بدري فابتدوا ينكمشوا اكتر للدفاع يستحقوا بصراحه لعبوا حوالي 6 ماتشات مع فرقه قويه جدا مع كوت ديفوار فرقه قويه كسبوا السنغال في دوري المجموعات وكسبوها تاني النهارده كسبوا كوت ديفوار كسبوا نيجيريا نيجيريا بتكلم عنها فلعبوا ماتشات كتيره تقيله وعملوا دايما كانوا عند حسن الظن بيلعبوا كره هجوميه كويسه جدا وده برضه يقول لك اللعيبه تفكيرها النهارده اما جه الجون يا سيف كلهم بيعرفوا يدافعوا دي مهمه جدا يبقى انت عندك اللعيب في الهجوم كلي كويس النهارده ما طلبش منه يعني محرز النهارده ما عداش نص الملعب لكن طول الماتش هتلاقي بيدافع كويس في ناس مثلا كان ممكن يقول لك خلاص بقى طلع محرز ونزل واحد بيقفل نص الملعب ثالث وقف الملعب وبتاع ساب محرز وساب بلاي لغايه لما يمكن بلاي على اخر الشوط الثاني نزل ياسين ابراهيمي بيلعبوا كلهم كتله واحده مش ماسكين كوره مش مسيطرين على الكوره بس مش مخلين كوره تعدي قافلين العمق بشكل كويس وعارفين انت خلي بالك السنغال ما بتعملش ولا كروس من كوره متحركه يعني مش هتلاقي الباك اليمين ولا الباك الشمال بيجري وعاملها كروس لازم بيقف على الكوره وعايز يلعب في العمق هم قافلين لك العمق على طول مفيش حلول كتيره للسنغال زي ما قلت لك كنا في السوري يا سيف قال لي مدرب كويس بس انا شايف النهارده من الاسباب هو سبب رئيسي ان الفرقه ما بتعرفش تجيب جوان بس هو النهارده وقف خالص عجز خلاص ما عندوش اي حلول عجز يا سيف ما هو ما شافش ما عملش حلول اولا يانج من اول البطوله راس حربه بتاعك وحش جدا وما جابش ولا جون في البطوله ومصمت لعبه حوالي 80 دقيقه وهو وحش جدا قافل انت من الراجل ده ما انت مش هنا مثلا اصل انت كل مدرب بيبقى ليه فعلا دماغه مختلف يعني انت راس حربه بتاع السنغال لاعب تنزانيا ما جابش جوان لاعب اوغندا ما جابش جوان لاعب بنين ما جابش جوان لاعب فرقه ضعيفه مش هقول لك ما بيفنش تفنيشه انت بتلعبه ليه لعيب كبير طب انت بتلعبه ليه فاهم يعني انت وحش طول الماتشات مش مثلا بيروح على الجون ويضيع واللي بره هداف الدوري التركي جايب 30 جون وبعدين انت في الماتش دخل فيه جون في الدقيقه 2 في الدقيقه 2 هو نفس الريتم هادي 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 مفيش تغيير مثلا نص ملعب بمهاجم تاني تلعب مفيش تغيير طريقه اللعب لان انت خلاص الجزائر قافلاك العمق على طول
ما تلعب بالاطراف، الاطراف بتاعك ما ترفعش ولا كروس. صح، ده كلام مظبوط. تحس ان برضو فاهم في الكوره طبعا يعني. لا يعني في اول ما تبص كده بس، لا يعني رغم اي فاهم في الكوره. كابتن حازم ايوه يعني انا طبعا فاهم من قاعده معاك يا سيف ما شاء الله. يعني انا بقول لك لا يعني قعدتي مع السلوك، شوف يعني قعدتي مع السلوك الجمله حلوتني الكوره والله العظيم. من الحاجات الحلوه ان انت تطلع شباب حلو زي ده. شوف النهارده بص بعد كام سنه ما شاء الله بيعتمد على نفسه، بص بيتكلم ازاي، حاجه كان الواحد فعلا فرحان يعني. لا نتعلم من كابتن حازم برضه. وطبعا يا كابتن سيف انت يعني هو قال جمله دلوقتي خلاص بقى يعني من كتر القعده معاك فالموضوع طبعا هو بيتكلموا في غيابي بس طبعا مفيش تواجد. في غيابك بصراحه يعني هو قايم بالواجب قوي. شفت فيديوهات الحقيقه يعني كنت في ذهول. لا 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 عادي عادي برضه. الله يسامحك، انت كنت شباب. و طيب عشان قبل ما نودعك وتلحق تروح المشوار اللي انت رايحه، الله اعلم بالمشوار اللي انت رايحه عامل ازاي. عايز مني طول البطوله عايز مني الجزائر. والله ضحكت عليك الشوق. خلاص بعدين الجزائر تستحق البطوله. تستحق طبعا من اول يوم ومن اول مباراه. زي ما قال حازم ممكن النهارده مش الافضل ولكن في البطوله هم الافضل. المباراه النهائيه برضو النهائي مش لازم تكون بتعمل كل حاجه في الفنيات عشان تكسب. لا النهارده خلاص جالك جول في الدقيقه 2 الماتش خلص. الراجل عمل 3 تغييرات يا كابتن سيف في من اول دقيقه 85. يعني هو برضو انا يعني خلاص انا بالنسبه لي الموضوع هيخلص في هنا دلوقتي. ف كمان انا قلت الروح اللي كانوا فيها منتخب الجزائر من اول بطوله لحد النهارده وبالذات النهارده. كابتن حازم بيقول الناس كلها بترجع، الناس كلها حاسه بالمسؤوليه، حاسه ان خلاص فاضل 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه خلاص هاخد بطوله. بقى لهم قد ايه ما خدوش بطوله؟ اخر بطوله خدوها على ملعبهم. فبصراحه يستحقوا العدل في البطوله دي ان هم خدوا البطوله، ومبروك تاني لهم. شوقي تشرفنا بوجودك معانا في خلال البرنامج كله، ودايما الحقيقه انا بتشرف بوجودك. يعني ربنا يخليك يا كابتن سيف، وانا شخصيه محترمه وانا على المستوى الشخصي والله بتشرف بوجودك في اي مكان. ربنا يخليك يا كابتن سيف يا رب. منور يا شوقي. شكرا لك يا كابتن حبيبي. السلام على ابنك. الله يسلمك حبيبي. منور يا شوقي. عشان هو هيمشي لا يعني واحد احنا بنشكره ماشي بنقول له منور يا شوقي. منور يا شوقي طبعا. نورنا يعني ماشي مش جاي يعني نورنا في الحلقه. يعني اسم نورنا في الحلقه مش منور يا شوقي. بوس ايدك بوس ايدك. هو يا جماعه في مرحله يعني هو كده يعني خير ان شاء الله. فاصل ونرجع تاني نودع شوقي ونستقبل كريم سعيد بعد الفاصل. مصر في هنجوم افريقيا. رجعنا لكم تاني وبنضم لنا كريم سعيد كيمو. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن. عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن. ازيك يا حازم؟ الحمد لله. كابتن حازم معانا طبعا. ازيك كيمو؟ ازيك يا حضرتك؟ فاكره ايه يا كابتن حازم؟ احسن بلاي ميكر في تاريخ مصر فعلا. حبيبي يا كيمو. كل الناس بتقول كده طبعا. انا من اكتر من اشد المعجبين بيه. ليك الناس اتعلمت منه. اتفضل يا كابتن. لغة الأرقام والإحصائيات النهارده. النهارده نقول إيه؟ الجزائر كسبت البطولة في أسوأ ماتش ليها. تخيل تقول الماتش الجزائر اللي يعني كان معظم المباريات بتبقى هي الفريق متفوق في التسديدات، النهارده تسديدتين بس على المرمى، رقم قليل جدا. بس لما كنا بنتكلم في ماتش نيجيريا يا كابتن سيف إن إحنا قلنا جنب الماضي واضح، عارف إن هو نازل بيه بس هات ارقام كبيره يعني 60 40 استحواذ. لا الاستحواذ في البطوله دي مش مقياس لشيء، لكن فعلا جنب الماضي يعني راجل ذكي جدا جدا ان هو عارف ان فريقه بدا يعني يقل اللياقه البدنيه بتاعته بالظبط من ماتش كوديفوار. ماتش كوديفوار دور الثمانيه اثبت ان الجزائر بس النهارده مجازفه يوقف فرقه 80 دقيقه. ايوه ما هو يا كابتن محمد عامل كام على نيجيريا؟ نيجيريا ما رجعتش للماتش غير بالشوطه العشوائيه اللي جات لهم ضربه جزاء، والنهارده كانت سبحان الله كانت تتكرر معاه في الكوره العجيبه برده كانت تتحسب دي، بس الفار انقذه ان فعلا الكوره اتحسبت وكانت ضربه جزاء. كان يقدر جمال بالماضي بالطريقه دي يرجع تاني يقدر يرجع فرقته تاني؟ لا ما كنتش شايف. كابتن هم عندهم مشكله في البدني ما يقدروش قادرين الفرقه فاهم. شوط تاني تقع قدام نيجيريا وقعت يعني اخر ربع ساعه هو كان يستنفذ اللعيبه كلها يعني ما بيغيرش، بيغير قليل قوي.
وبيتاخر بيسيب اللعيبه كلها 90 دقيقه 80 دقيقه على الاقل فاللعيبه تعبت ما غيرش كتير في ناس كتير بره ما لعبتش خالص في حوالي 5 6 لعيبه ما لعبوش خالص صح بس النهارده برضو حلول سيسي لسه بتكلم مع حازم قافل يعني ما في هي بيعدي من الشمال ماني ياخد الكوره يتصرف نفس الضربات الثابته هي اللي ملهاش اي حلول بيشتغل برضو كل الكورنرز على العرض القريبه يعني ما فيش حلول ثابت بس جد انا شايف اليس سي عنده غلطتين ظهروا جدا 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 من ساعه ماتش تونس ان هو اعتمد على نيانج كتير جدا وما اداش الفرصه لامباي دياني مهاجم جالتا سراي اللي هو افضل منه في كل شيء بصراحه افضل منه بكل حاجه ما فهمش هو واضح ان هو بيحب ويكره والدليل على كده كيتا بالدي مستحيل تطلعه بره على طول ده وامتى يا كابتن النهارده نزله في الدقيقه كام 86 مستحيل مستحيل تحط انت مغلوب 1-0 في فاينل وكيتا بالدي عندك على الدكه بتسيبه لغايه الدقيقه 86 وبتنزله 4 دقايق يعمل ايه فهو واضح ان هو برده عنده مشكله النهارده كتير كمان عنده مشاكل زي ما انت بتقول عنده مشاكل كتير وبعدين لسه كنت بتكلم مع سيف مفيش حلول خالص الملعب كله يعني انت داخل في جون في الدقيقه الثانيه صح لغايه الدقيقه 90 هو نفس الريتم مفيش تغيير مفيش شكل مختلف انا ما بحبش برضو يعني الباك ليفت اللي مش اشول بصراحه لا. كل لعب الباك الشمال النهارده تلاقي رايح وراح واقف ولعب لورا مفيش ولا كروس ودي بتسهل جدا الامور على اي مدافع يعني انت اللعيبه وهي بتجري بتبقى مستنيه الكروس فتلاقي طرح واقف خلاص الهجمه انتهت ما عندوش غير ماني بيلعب عليه قدام مفيش ما اعرفش حسيته النهارده ضعيف عنده كور الثابته جاله النهارده 6 كورنر او كورنرز وجاله حوالي 10 فري كيكس على 18 18 ومصاب من سيفيت ده اللي يلعب كل من 14 ولا مره عمل واحده مثلا من 5 من 15 كله على القريبه وانت عندك اطوال 190 و202 متر وبتاع ما بيستغلش خالص الاطوال كل الكورنرز او الفري كيكس كلها الجزائر واخدينها لانه بيلعب على القريبه بيلعب تحت فما فيش مش عارف حسيته كده النهارده ما فيش الذكاء اللي في الملعب اللي انت يعني بتشوف بتحل مواقف يعني ضيف حاجه يا كابتن على كلام كابتن حازم طبعا الجزائر فعلا يعني النهارده لو لعبوا فني 50% انت بتتكلم 75% من لعب الجزائر النهارده كله روح النهارده بصراحه جمال بالعمري عمل مباراه يعني الاثنين مساكين عملوا مباراه بصراحه يعني فظيعه كل الكرات العاليه خدوها كمان بصراحه التكتيك اللي عملوه الشوط الاول ان في كميه الفاولات اللي عملوها زي السيتي يعني كان مره كلوب انتقد جوارديولا ان ساعات بيلجا للفاولات عشان يوقف الهجمه عشان ما يروحش نص ملعبك فعلا الجزائر النهارده الشوط الاول كميه فاولات كانت فظيعه جدا من الواضح ان كان من ضمن التكتيك كان واضح ان هو قال لهم السنغال وساديو ماني فعلا اول ربع ساعه اول ما كان بيعدي كابتن بيعمل دريبلينج على طول كان في الهجمه على طول كان على طول لازم الهجمه تقف فواضح ان كان جزء من التكتيك بتاع جمال بالماضي وبرده هتضيف ده على نقطه اللياقه البدنيه ان هو عارف ان لعيبته ما تقدرش تجاري السنغال 90 دقيقه فلازم اهبطهم لازم احاول امنحهم حتى بالفاولات والبدني عشان اخطف بصراحه هو فعلا ربنا حبيبهم الجون مستحيل حتى الجون نفسه الحارس جوميز الكره طلعت عاليه جدا جدا حسيت ممكن ياخد خطوتين ثلاثه ما خدهمش عجبني برضه عجبني تعليق النهارده على السوشيال ميديا عجبني تعليق النهارده قال لك الجون كان عنده فرصه ثلاث ساعات يجيب الصح ده راحت وفوق وطلعت البرج ونزلت طلعت البرج ونزلت وهو واقف عامل كده بقول لك ايه هو اللي يضحك ان انا وانت بنتفرج على الماتش ما صدقناش ان ده جول انا والسنه وحتى الكوره وقفت وحتى كابتن عصام عبده وهو بيعلق فاهم ما حسيتش ان تحس لقطه من فيلم كابتن زيزو البطوله حبه الجزائر ايوه لا 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 بس عايز اقول لك حاجه من برضو من ظاهره البطوله دي اخطاء حراس المرمى بتنهي ماتشات والفار بيرجع فرق انا الفار ده من داي 1 اتعمل وانا بشيد بيه وشايف ان هو احسن حاجه اتعملت في كره القدم صح ليه ايه المتعه في ان انا برافو عليك حازم والله انا اختلفت معاك مره في حته الفار دي وقلت ان اصل متعه الكوره والاخطاء هي متعه الكوره وفاكر يوميا انت قلت لي مفيش اخطاء متعه كوره ايه فعلا ايه المتعه ان انا اجيب يعني العدل مهم يعني النهارده مثلا بيدي اتحسب على الجزائر كان ممكن يتحط جون ويخسر البطوله مثلا ده مش وتونس برده في لعبه وقبل كده برده في ماتشات يعني انا بشوف انه بالعكس ده من الحق مش من الظلم ان انت تكسب بغلط صح ده ظلم يعني انت بتقعد تحضر وتعمل وبتاع وتطلع بظلم تحكيمي ليه ما دام في ايديك انك تشتغل فانا بشوف اختراع وعلى فكره الناس يقول لك راحت متعه كلها الحته دي متعه رهيبه ان انت دلوقتي لما يعمل لك دي تعرف ان في حاجه مستنيها في دراما في سسبنس يعني بص كده الحته برده بتاعت لعيبه كنت عايز اعلق على الحته بتاعت رياض محرز كان باصص لبغداد بنجاح
هو طبعا كان فاضي، كان المفروض بغداد قبل ما يشوط كويس صح، بس قبل ما يشوط كان لازم يبصي، كان لازم يبصي الفرقه، كان رياض رايح له يتخانق معاه اول لسه ما خد الديزيجن الكره راحت الجون رايح احتفل معاه. كره ارزاق صحيح والله، ارزاق صحيح والله، قدامنا مثل اهو والله العظيم ارزاق. نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل نكمل حديث. مصر فيها نجوم افريقيا. مصر فيها نجوم افريقيا. عايز اقول لكم حاجه مهمه، عندنا طموحات واحلام كبيره قوي ان احنا نبني من النهارده، نبني في اللي جاي. حازم امام النهارده قال جمله على الهواء مهمه جدا، ان احنا احيانا ما كانش عندنا قناعه هنقدر ننجح وننظم، والشباب تنظم والشباب تبقى موجوده وننجح. نجحنا ونظمنا وعملنا حاجه ابهرنا العالم كله. هيرجع الدوري وعايزين نرجع الدوري بنفس الكفاءه ونفس التصوير، وعايزين يرجع فيه جمهور وترجع شركه تذكرتي ويرجع السيستم زي ما هو موجود دلوقتي. هنقدر، وهيبقى عندنا كوره كويسه، هتبقى كل حاجه كويسه. المهم نتفائل وناخد خطوه ونبتدي. كتر الانتقاد 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 مش هيوديك في حته. حل وعالج عالج، لان كل الفرق اللي كانت محتاجه في وقت من الاوقات ان هي تبني، لو اتاخرت في البناء وقعدت كلام مش هتوصل لحاجه. نجحنا كبلد وفشلنا كمنتخب، ده اعتقد عنوان مشاركتنا في الكان وتنظيمنا. بس في عنوان ثالث اللي هو لازم تبتدي. طبعا طبعا. لا بس هي فكره كده، احنا ادينا علامه وادينا دليل ان مصر تقدر تنظم ايفنتات كبيره. حازم قال كده الحقيقه النهارده. احنا اي دوله صدقنا واقتنعنا. طبعا طبعا، انا شفت حاجه على الارض النهارده. اي دوله في افريقيا تفشل في تنظيم اي شيء يجوا لنا. خلي بالك في حاجات يا كريم هقولها لك، بس والله مش هزار يعني. الناس ما تاخدهاش سخريه يعني. احنا ساعات بنتريق على حاجات ونشوفها عظيمه جدا، نتريق عليها ونشوفها عظيمه جدا. هديك مثل، اي واحد ولد مثلا واقف مراسلا بيعمل لقاء، فتيجي ناس معديه من وراه تضحك وتشاور وبتاع، الشعب المصري يقعد وبتاع، وفاهم قصدي، وتبقى القصه تقوم ما تقعدش. مع ان رحنا غطينا كاس العالم في روسيا، حصل في روسيا ما حدش اتكلم. الناس لا، الناس مش كده، الناس بتيجي فاهم قصدي، وتحضنك كل واحد يسلم على قرايبه في البيت ويوقف ويعمل كل الله. بص الناس جميله، تصرف الناس جميله ازاي، التصرف الانساني. لا بس كده احنا عندنا، احنا بنحب ننقد نفسنا، احنا جلادين جدا على نفسنا. بس بقى يعني القصه اللي انت بتعمله الناس بتعمله بره، انت بتعمل احسن منه، انت بتعمل ألذ منه، وانت بتعمل اظرف منه. بس انت تيجي يعني ايه، تبتدي على الحاجه، تيجي مثلا تبص على صوره يقول لك فين البحر ده، غردقه شرم بتاع لذيذ، فين بقى صوره مثلا البهامز. بص بقول لك ايه، حط تحت ايه، بص الجامعه، بص البحر، تلاقي بحر 50 متر كده يعني، بحر كده 50 متر كده فاهم، ترعى. لا مثلا بقول لك بص الجمال بره يا عم، جمال ايه، انت مش شايف عندك عامل ازاي؟ طبيعي يا كابتن، انت مش شايف الوضع عندك عامل ازاي، مش شايف البحر عندك، مش شايف الدول الجزر عندك عامله ازاي. احنا بص كده، احنا فعلا عندنا اكيد نسبه كبيره من عقده الخواجه مأثره علينا في كل المجالات، فعلا ما بتتكسرش غير لما احنا بنبص على شغلنا ونشوف الناس التانية بتشيل. أصلاً عندي الحاجات دي، انا بحب البلد قوي واحب هنا قوي يعني، مهما سافر بره. انا من زمان بسافر مع بابايا وغير حازم مثلا وكده خالص، سافر بره وبتاع مش عارف ايه. عندي ما شاء الله، انت النهارده طالع ايه يا حبيبي، ماسك الميكروفون ماسك الحديده مش عايز تسيبها خالص. راجل عايز يتكلم كلمتين. يعني مش فاهم، انا بيني وبين كريم اخدين بندي، احنا ازعجناك ماسك الحديده يعني، قلنا لك خش معانا في الحديث. احنا انا بفضفض له بقول له ان انا كنت طول عمري بسافر بره مع بابايا في اوروبا وحاجات كده. انت ما كنتش تطلع الحاجات دي. احنا ايه الاختلاف كده؟ عايزين نتكلم في كوره يعني، احنا بنتكلم عن البلد دلوقتي، وانت دلوقتي نمت مننا هتقول لنا كوره ايه؟ الناس عايزه تتكلم في الكوره. مالنا احنا سافرت وقت فين وبتمنى. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن سيف. جاي هزه. اتفضل يا كابتن سيف. كمل الحدوته بتاعت اتفضل. شفت قفلنا ازاي؟ ليه بس قفلنا؟ والله والله العظيم ما بيصدق يشوف الناس مبسوطه مثلا بتتكلم وبتاع ومش عارف ايه وتقوم. اتفضل يا كابتن. كلمه اخيره يا كابتن حازم. كلمه اخيره، الكوره ذهبت لمن يستحقها، البطوله ذهبت لمن يستحقها، دي حاجه مهمه جدا. زي ما انا قلت يا سيف، يمكن استمتعنا بكوره، يمكن في ماتشات كنا متوقعين اكتر من كده شويه، لكن اللي حدث نفسه في مصر بالشكل ده بالقيمه دي انا مبسوط بيها جدا. ان شاء الله اللي جاي احسن لمصر، حتى فنيا كرويا،
كرة ما بتوقفش يا جماعة، يعني خسارة صعبة جدا، لكن لو وقفنا عندها كتير مش هنقوم، لازم نقوم ونشتغل والناس تشتغل ومنتخب يقوم تاني وبطولات جاية تاني. احنا 7 بطولات ان شاء الله نجيب 8 و9. بس ده اللي انا عايز اقول، يعني دايما كرة القدم في البرازيل خسرت 7 جوه البرازيل نفسها، وقامت خدت بطولة، لسه واخدة بطولة الكوبا امريكا. لو قعدوا بيصوا ان احنا 7 واحنا عظماء الكوره، خسرنا 7 في ملعبنا فضيحه، والبرازيل واحنا وكاس العالم تبقى فضيحه والناس هتقعد تعيط كتير، مش هيقوموا تاني. قاموا واشتغلوا بعد 5 سنين خدوا البطوله، يمكن خدوا دي اول بطوله ياخدوها بعد كاس العالم. فلازم الناس تتعب ولازم الناس تغلط، ولازم عشان تعرف تصلح غلطها. المهم نصلح غلطها ان شاء الله، واللي جاي ربنا يولي الاصلح ان شاء الله، ويجيبوا حاجه كويسه ونقف كلنا وراهم ويكسبوا الفرقه دي، احنا محتاجينهم. في منهم هيلعبوا تاني منتخب مصر. متضايقين ان احنا مش موجودين في الصوره النهارده اكيد، لكن الشكل بتاع البطوله يعني الحمد لله خلانا نوعا ما ممكن تبقى موجود في العمل العام تاني. لا مش دلوقتي اتحاد الكوره لا مش انا لا اعتقد كريم كفايه كده. حاجه اخيره طبعا كابتن سيف، احنا الحمد لله فعلا اثبتنا للعالم كله ان احنا نقدر ناخد الخطوه اللي احنا بنتكلم عليها من 2006 وهي تنظيم كاس العالم. اعتقد احنا النهارده نقدر بعد كل التحديثات اللي احنا عملناها في ملاعبنا، كل البنيه التحتيه اللي في مصر اثبتت انها تقدر تستحمل، مش 24 منتخب نقدر نستحمل 48 منتخب نستضيفهم، مفيش اي مشكله. احنا عندنا افضل فنادق في افريقيا الحمد لله. اهم حاجه فعلا بصراحه، عشان انا اصحابي كتير في القطاع ده قطاع السياحه، اعتقد دي اول مره في 2019 نحس ان احنا رجعنا زي زمان في قطاع السياحه، واعتقد ده شيء مهم جدا جدا وبيدي مؤشر لبره. والحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله اللي شفناه في كاس الامم نشوفه بقى السنه الجايه في الدوري المحلي ان شاء الله. كريم بتشرف دايما بوجودك معايا. شكرا جزيلا كابتن سيف، سعيد جدا والحقيقه سعيد جدا طبعا، سعيد جدا بوجودك معايا كابتن حازم. طبعا ربنا يخليك حازم. طبعا 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 الله يكرمك، ده جميل. اعظم صانع العاب في تاريخ مصر. انا بقول لك دلوقتي بتشرف بوجودك معايا. قلت يا كابتن قال ايه دخل كابتن حازم في القصه؟ بالله عليك لا ازاي، انا دلوقتي انا بحييك. طب طبعا الواحد وهو صغير هو ايه، بص هي ارزاق والله. انا لعلمك انا مؤمن، انا مؤمن ان الدنيا عارف يا كابتن سيف، انا مؤمن ان الدنيا عارف يا كابتن سيف. عارف يا كابتن سيف، كابتن حازم في ماتش بلغاريا هو بيشمس التشميسه وبيحط الجون، معناه ايه ان انا اتفرج على الماتش ده في التلفزيون بعديها بعدد من السنوات اقعد معاه، يعني فاهم دي عن لب بنت صغير في الماتش ده. كريم الماتش ده هو الجون ده لا كنت انت كان عندي حوالي 9 سنين والله. لا 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 انا كنت اكبر كده شويه. لا كبير لا طبعا يعني في زوم مصاب يعني. بشكرك كتير، بشرف بوجودك دايما كابتن حازم، بشرف بوجودك في اي مكان، دايما بنبسط معاك ودايما مع بعض ان شاء الله على طول في اي مكان. كريم طبعا حاجه جميله ومتالق، ودايما بقرا لك ودايما الناس كلها بتقرا لك، حاجه رائعه. شرفني كابتن، شوقي منور مكان، شخصيه محترمه الحقيقه. كابتن ميدو كمان منورنا، وحلقات اعتقد كانت يعني فيها تاكتكس كتير، فيها كلام كتير في الكوره. ان شاء الله ما كناش زهقنا الناس، كنا عملنا شكل كويس، شكل مختلف، في جدال وفي يعني كده حاجات لذيذه في الكوره. ان شاء الله اللي جاي كمان يكون احسن باذن الله. بشكركم، شكرا الناس، كل الناس اللي اتفرجت علينا، الملايين الكتير اللي شافتنا بشكرهم، بشكر اسره البرنامج كلها اللي تعبوا على البرنامج ده، بشكر كريم وحازم وميدو ومحمد شوقي. بتشرف دايما بوجودي الحقيقه مع كريم ومع محمد شوقي، وكريم الحقيقه مجتهد بشكل كبير، شخصيه محترمه محمد شوقي. ميدو طبعا يعني يعتبر انا وحازم دايما مع بعض واحد. بتشرف دايما بوجودي مع كابتن حازم امام، بتعلم منه كتير الحقيقه، وبفتخر بجد والله ان انا اكون موجود معاه في اي مكان. في حته قالها حازم اعتقد ان دي هتهم الناس بشكل كبير، كنا دايما نقول اللي بكره كويس واحنا في ظهر الناس. حازم والله علمني ان انا مش في دماغه حاجه، يعني ما يقول حاجه، يحب البلد، يحب يدي نصيحه، هو جواه فعلا كده. ممكن انا ما كنتش كده قوي، يعني كان عندي برضو طموحات في اوقات، وكان عندي حاجات في اوقات، واوقات انا قلت على الهوا ان انا يعني شديته في حاجات وخدته معايا في حاجات، وكان نفسي ان احنا نعمل حاجه، ولكن انا مقتنع بكل كلمه بيقولها. هو دلوقتي بينصح وانا بنصح ان احنا هنكون في ظهر الناس اللي موجوده وظهر المنظومه، لا هو هيكون موجود في انتخابات ولا انا هكون موجود في انتخابات. الكلام ده احتمال يعني ايه ممكن يبقى جديد على الناس، ولكن احنا بنقوله عشان بعد كده النصيحه نقولها الناس تبقى لوجه الله تعالى. لازم تبتدي، ولازم نقطه من اول السطر، ولازم الناس اللي هتيجي هنبقى في ظهرهم بشكل كبير، لان الحقيقه احنا بعد ما شفنا التنظيم بتاع الدوله والبلد، وكل واحد ازاي بيعمل ملفه، وكل واحد ازاي واقف حتى لو متطوع وذو الاحتياجات الخاصه، وكل واحد فرحان بدوره،
فالواحد ابتدى يتحرج، مش لازم تكون على كرسي ولا في حته مسؤوليه عشان تخدم بلد. نشكر كل الناس اللي قاموا على تنظيم البطوله، بنشكر الدوله كلها، وان شاء الله باذن الله دايما معاكم في الجديد ودايما معاكم في المختلف. ستارز اوف افريكا برنامج الحقيقه عمل نجاحات كبيره بفضل كل المجموعه اللي موجوده. استنونا قريبا جدا بنفس المجموعه في ستارز اوف وبرنامج جديد ومفاجآت اخرى قريبا جدا. اشوفكم على الف خير. مصر فيها نجوم.